عنكم بدون لمس. خدمت في فترة الكورونا. عندما يقترب القطار من الحاجز ينزل الحاجز بنفسه. ممتاز. أجهزة تسمح للمدن تاعنا تكون مدن نظيفة. ها؟ إن شاء الله. ربي يوفقنا. موفر كثير لأن ماتيريال المشاكل باستخدام تقنيتين تقنية للفعل. تقليل حوادث المرور حيث أنه يوجد بعض الأوقات حيث أنه لا يوجد هناك أي حارس يحرس الحواجز. فهذه مشكلة كبيرة حيث أنه يمكن أن يحصل حادث مروري بين القطار والسيارة. فلذلك اخترعت هذا الاختراع كي ينزل الحاجز عندما يكون القطار قريبا من السيارة. المشروع الأول هو روبوت تعليمي اسمه كيدزوبوت، نستعمله في البرامج التعليمية مثلا تعليم الإنجليزية، دوك درنا به دورات لتعليم الإنجليزية. والمشروع الثاني عندنا روبوت تتبع الخط، استعملنا فيها أردوينو، استعملنا برنامج خاص، ودوك احنا درنا دورات عديدة في هذا المجال حتى تمكننا باش نوصلوا لهذه النقطة. هي مناسبة أيضا للتأكيد على عزم الحكومة لتهيئة كل الظروف والقيام بجميع الإصلاحات واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتنشئة جيل المستقبل وإعداده من أجل متابعة مسيرة التنمية المستدامة في جميع مجالات الحياة وفق نظرة استشرافية تتجاوز مرحلة ضمان الحقوق الأساسية إلى مرحلة التمكين في صناعة المستقبل، صناعة مستقبل الأجيال القادمة، سواء على المستوى الفكري والذهني أو على مستوى رعاية المواهب وتهيئة البيئة المناسبة للإبداع والابتكار.